طيب في تعليقات بتتقال عنك دايما انك انت ليك شخصية في الملعب وكمان عندك ثبات انفعالي، ما بتتوترش سواء بتلعب في اي مركز، انت مش بتتوتر سواء بقى في زيادة عددية في ضغط، مش يعني دايما عندك ثبات انفعالي ولعيب ليه شخصية رغم ان انت صغير في السن بس ليه شخصية. دي ده تعليق بصراحة يعني اغلب الناس بتقوله، وكمان الناس اللي غاوية كورة اللي بيطلعوا يحللوا على السوشيال ميديا قالوا التعليقين دول بالذات عليك، فعايز اعرف تعليقك. انا ببقى مبسوط جدا لما بشوف حاجه زي دي، لان كله في الاخر انا دي حاجه انا بحاول اسعى لها، ودي حاجه ساعدتني في الناشئين ان انا واحد من كباتن الفرقه. في الاول في الاخر انا تحت كنت بعامل كل اللعيبه باحترام وكل الناس بتحبني، فدي كانت حاجه مدياني شخصيه مختلفه عن كل الناس. بس لما اتصعدت هنا انا اتحطيت في امر ان انا اكون موجود وسن صغير، لكن في الاول في الاخر انا مستني 12 سنه بتعب وبشتغل، مش عشان اطلع اقول ان في ضغط وفي وفي وفي، لا انا خلاص بركز، ما مش مهم بقى، انا هعمل كل اللي عليا والباقي كله على ربنا. اي ضغط من عليا شلته، اللي هو قلت لنفسي كده قبل اول ماتش ليا، ياتي لمقتول، انا موجود هعمل كل اللي عليا، هشيل كل حاجه، هعمل كل اللي اقدر عليه، هشيل اي ضغط من عليا واللي ربنا كاتبه هيكون. بس بلعب بنفس طريقه لعبي، بركز في اكيد فرق عن الناشئين عن هنا، بس لا سايب نفس الطريقه وبركز وبشيل اي ضغط من عليا، بتعامل مع كل اللعيبه باحترام، فده حاجه مساعداني يعني. بس طب كابتن كوكا، يعني بعد اللعب في المركزين بتفضل اني مركز فيه؟ انا اكيد بفضل مركز 6، انا بلعب 6 و8 في نص الملعب، وده مركزي الاساسي يعني، لكن انا في اي مركز اكيد هيطلب مني هعدي واعمل كل اللي عليا فيه. مين اقرب حد ليك في الاهلي عامه، في زمايلك في الفريق الاول ولا في الاثنين؟ في الناشئين مختلفه شويه، لان انا عشت كتير تحت مع ناس كتير عشره عمري، وتحت فعلا بيميزنا ان احنا، انا في الناشئين ما اقدرش اقول لك حد معين، لان فعلا لو قلت حد معين هظلم ناس كتير، لان تحت فعلا انا قريب من ناس كتير قوي يعني تحت. لكن في الفريق الاول عشان كمان هو قريب من سني جدا، اوفا شوبير، طبعا مصطفى شوبير هو مجنني يعني شويه ومش سايبني في حالي، بس يعني حبيبي. وطبعا كهربا وقفشه قريبين مني جدا برضه، لكن بحكم السن شوبير من اقرب الناس ليا يعني. قبل بقى ما نطلع للفقرة التانية، بتحلم بإيه مع السنة دي يعني مع الفريق؟ حققت الحمد لله كأس مصر ليا في أول سنة مع النادي، وإن شاء الله ال4 بطولات الجايين دول بإذن الله نحققهم يعني، وحاول أعمل تاريخ من وأنا صغير بإذن الله لنفسي. فاصل ونرجع بقى نشوف كابتن أحمد نبيل كوكا بره الملعب، شخصيته والحاجات اللي بيحبها، أهله، كل حاجة بره الملعب. فاصل ونرجع على طول.